أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال بازلاً وسعي في استيقاظها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله بازلا رعاية طبية للقريب والبعيد للصالح والقاطع والصديق والعدو وأن أسابع على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان وأن أوقر من علمني وأكون أهم لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يفينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين والله على ما أقول شهيد وفقكم الله بإذن الله إن شاء الله.